هادي غنبداو ميغان كاب ميغان 4 سودون هادي 4 بورت ماشي 5 بورت اللي كنعرفو كما كتشوفو هادوك كلهم طوموبيلات مستعملة ولكن راه باقيين في حالة جداد طوموبيلات جداد كتشوفو الالومنيومون هذا الكوفار هذا بارشوك في عموما نفس الداخل نفس لابيتاك لا خمسة البيبان لا أربعة البيبان عندهم نفس الانتيريور سي في فولون ملتي فونكسيون ريغولاتور ليميتور لورديناتور دبور دي ضربة 84922 الطوموبيلات كلهم مقلبين لي زوين عند اوتوكاز هو مثلا ما كتلقاش طوموبيل فيها كيلومتراج ترافيكي ولا دوك المشاكل ديال الطوموبيلات المستعملة ليميتور على كودوار كتشوفو الكوسانات انا سيرشو اليوم غنوريكم ليطا ديال الطوموبيلات هادو الطوموبيلات مستعملة طوموبيلات الناس بزاف كيعرفوا راه ميغان كات ولا فوكس كات مثلا ولكن ليطا هو اللي مهم في الطوموبيلات المستعملة كما تشوفو هنايا الطوموبيلة باقا جديدة كوسان في لا شرقة ميغان كات كتبقى طوموبيل ديال لي جون وعائلية هادي ديال ربعة البيبان كياخدو أكثر الناس العائلة عندهم العائلة مع الوليدات الكوفر خاصك اتساع ولكن راه نفس لابيطاك بحالها بحال ديال خمسة البيبان كيسع اللور علاش الناس ديال العائلة كياخدو ربعة البيبان على قبل هاد الكوفر كوفر كبير فا كيما كتشوفو ليطا ديال الطوموبيل دابا نشوفو اين موديل و اين عام و شحال في الكيلومتر هادي شهر 3/2018 ضربة 84000 تمن ديالها 16 مليون